صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1001 من كورس سي شارب دي بي اكزامبل سبارت، ودلوقتي عاوزين نعرض البيانات قبل البحث. هنا البيانات مختلفة شوية، فعايزين نعرضها كده بالراحة لأنها تجيب من جدول تاني، مش بيانات عادية select asterisk from كذا وخلاص، لا دي بيانات من جدولين، فعايزين يعني نظبطها واحدة واحدة كده. هنا دي الحقول اللي عندي برضو ماليش دعوة بيها دلوقتي. أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أظبط الجدولين اللي هجيب منهم. دبل كليك على اللود، تمام كده. هنا اللود بتاع الفورم، انا طبعا شغلي هيبقى في تراي وكاتش. ادي الكاتش بتاعي، وادي لو حصل حاجة تعرض المسج الخاصة بهذا الخطأ. وهنا هنبدأ نشتغل. هنادي على الدي جي في سيرش ستور، وهقول لها دوت data source بتساوي db.getData. هنا بقى هقول له ايه؟ select. انا عاوز ايه؟ select ايه؟ هنا افتح معايا الجداول، هنشتغل على المخزن store. ده المخزن مربوط مع الموسم، واخر حاجه هو ايه؟ الموسم. يعني انا لو قلت له سيلكت استرسك هيرجع لي دول بالترتيب، ثم رقم المدير، وطبعا هيرجع لي ايه؟ بيانات الموظف كلها. خد بالك ان انت هنا عندك بيانات الموظف، لو قلت له استرسك وسكت هيرجع لك كل ده، وانا مش عايز كل ده خالص، ده انا عايز حاجات ايه معينه، يعني من المخزن عايز حاجات خلاص، وعايز بترتيب ايه متظبط، مش عايز حاجه انا من الموظف خالص غير هو اسم الموظف بس بعد رقمه. يبقى واحده واحده كده، عايز الحقل ده من الستور واحده واحده، ماشي؟ عايز الحقل ده من الستور، هات لي الحقل ده كوم خلاص. والحقل ده اللي هو ستور نيم اهو، من
الستور دوت هات الحقل ده كوما و ستور ادرس اهو من الستور دوت ستور ادرس كوما ماشي والستور فون من الستور هات الايه الستور فون كوما ايه تاني عاوزه other details اهو من الستور هات الاذر ديتيلز كوما تمام وستور مانجر ده مربوط كده كده مع الجدول من الستور هات الستور مانجر بعد كده عايز الاسم على طول ما هو الستور مانجر هو ايه رقم الموظف رقم الموظف الستور مانجر مع الامبلوي نمبر فانا بقى هطلع فوق اجيب الامبلوي نيم من الامبلوي هجيب ايه الامبلوي نيم اهو ده كده ايه الامبلوي نيم بس من الامبلوي نيم من الامبلوي تمام كده الرابط بقى كده انا خلاص جبت اللي انا عايزه الرابط هقول له وير ان الستور دوت ستور مانجر ستور اندرسكور مانجر يكون بيساوي من الامبلوي دوت امبلوي اندرسكور نمبر تمام كده ده الربط وادي ايه سيمي كول تعبنا شويه في تكوين الجمله لكن هو ده اللي انا عايزه صح ولا لا تمام كده تعالى بقى نجرب الكلام ده لان لسه برضو هنحتاج نظبط الداتا جريد فيو زي احنا ما عارفين هات تسجيل الدخول وهات بحث وهات بحث المخزن ايه ده ستور دوت ستور مانجر could not be found the multi part identifier employee dot employee number could not be found ايه يا عم ده في ايه بالراحه انا نسيت اقول فروم واحده واحده كل ده عشان نسيت اقول فروم بس فروم يا عم الستور كوما الامبلوي بس شوف لما نسيت تقول فروم عمل ايه شغل تاني كويس الاخطاء اللي بتقع دي على فكره بتعلمنا كتير بحث وادي بحث المخزن جابهم اهو جابهم بفضل الله زي الفل دي اللي احنا عايزينه تمام تمام نعدي بقى ايه على واحد واحد ده فين في الجريد ده بقى نفسها من بره من الديزاين نيجي هنا في الجريد ده نفتح دي كده واديت كولومز دي عندك الرقم ده هيجيب منين رقم المخزن يعني من ستور نمبر وده هيجيب منين الداتا بروبرتي نيم بتاعتك ستور نيم وده ستور اندرسكور ادرس وده ستور اندرسكور فون وده كان اسمه ايه ده المانجر ستور مانجر خد بالك ده ستور مانجر تمام كده انا عايز رقم المدير واسم المدير عايزهم تحت التفاصيل ماشي التفاصيل other details other underscore details اسم المدير employee name employee underscore name رقم المدير store manager ده اللي جاي من هناك من الجملة store مانجر. لو انت جبت امبلوي نمبر كنت تكتبه عادي براحتك المهم وادي ايه اوكي تعالى بقى كده نشغل الكلام ده ونشوف ادي ايه تسجيل الدخول وادي عندك فين قائمه البحث هات لنا بقى ايه بحث المخزن صح كده واللي مخفي مخفي اسم المدير بس هو اللي ظهر
واخد بالك انت؟ اسم المدير بس هو ايه؟ هو اللي ظهر، رقم انا خفي وموجود عشان لو احتاجناه نستخدمه، واخد بالك؟ اه بس كده قمنا بعرض البيانات فيما يخص المخزن قبل البحث بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.